الذي يتسابق فيه الناس إلى ربهم جل وعلا، يتسابقون في قيام الليل وفي الصدقة، يتسابقون إلى صلاة الجماعة، يتسابقون إلى أعمال الخير، فنحن في حاجة إلى زيادة علو للهمة في الفرائض وفي النوافل وفي الطاعات وفي القربات، وتستمر إن شاء الله بعد هذه الأيام المباركة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث يروى مرفوعا وموقوفا، يروى موقوفا عن ثابت، ويروى أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا من حديث أنس: همة المرء أبلغ من عمله. همة المرء أبلغ من عمله، يعني إيه الكلام ده؟ ربما تهم بفعل شيء ولكنك تمنع من فعله لمانع أو لشيء قهري، تحصل الثواب كاملا. نصلي على رسول الله. في حديث أنس والحديث عند الإمام مسلم، لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة العسرة، غزوة تبوك، وكانت غزوة في شدة الحر، إذا بالنبي يحدث بهذا الحديث: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشركوكم في الأجر. الصحابة تعجبوا، الغزوة ديت كانت فيصل ما بين المنافقين والمؤمنين، ناس قاعدين في المدينة ما جوش معانا ويحصلوا الثوب بتاعنا، وإحنا اللي مشينا أكثر من 700 كيلو ماشيين على رجليهم أو راكبين دواب في شدة الحر، قالوا هم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. حبسهم العذر، يبقى إذن كانت عندهم همة عالية للخروج مع رسول الله، ولذلك جاءوا يبكون إلى النبي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى منعهم العذر لكنهم حصلوا الثواب كاملا. همة المرء أبلغ من عمله. ربما لا تستطيع أن تبني مسجدا، ربما لا تقدر على إطعام المساكين، ربما تود أن تفعل خيرا ولكنك لا تقدر عليه، بنيتك تحصل ذلك كله، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق، والحديث أيضا في الصحيح: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء حتى ولو مات على فراشه. ولذلك سيدنا خالد بن الوليد ظل عمره كله يجاهد، وما دخل في معركة إلا وانتصر. بيموت فين؟ يموت على فراشه، يموت على فراشه، يحصل هذا الثواب لأنه مات على نية صالحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث كلنا يعلمه لتعلم ذلك أيضا، الأعرابي الذي مات في الحج، فقال النبي: لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله عز وجل يدعونا إلى همة عالية، يقول ربنا جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والهمة معناها أن يطلب الإنسان أعالي الأمور، لا يكون تابعا لغيره فيها، بل يكون سابقا متقدما عليه، لا يقول أفعل كما يفعل الناس، بل أفعل ويفعل الناس مثلي، لا ينظر إلى فعل غيره، بل يكون قدوة لغيره في الفعل. وكان التنافس بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شديدا، يتسابقون في ذلك لعلو همتهم ولتعلقهم بالله. وفي المثل يقال: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، قدر بذلك تنال ما تريد. وأضرب لكم مثلا في علو الهمة: رجل كان يعمل حمارا، رجل كان يعمل حمارا، علت همته، سواء تاكسي، حمار دي كانت الوسيلة بتاعت زمان لتوصيل الناس، حمار يعني بيجيب الحمار يركب الناس عليه ويوصلهم وياخد الأجرة، كل ما يملك من الدنيا حمار. الوسيلة دلوقتي المناسبة لها الايه؟ الطيارة برضو، ما والتاكسي دي الوسيلة، عنده تاكسي بيوصل الناس. كان يعمل حمارا فعلت نفسه، وكان يعيش في الأندلس، معه جماعة أصحابه كده هم ثلاثة، فبقول لهم: يا جماعة أنا نفسي أبقى خليفة. أنت اتجننت؟ حمار يبقى خليفة؟ ما تنفعش خالص، كيف يكون ذلك؟ قال: هي أمنية، فتخيلوني خليفة وسألوا ما شئتم. قالوا: طب أنت اتجننت، هنتجنن معك، خلي جنونك على قدك، أنت اتجننت وبيت خليفة، إحنا نتجنن كمان هذا لا يكون أبدا. فقال: أريحوني في ذلك،
وتمنوا أمنية. قالوا كيف نتمنى بشيء لا يعني غير ممكن مستحيل؟ قال كأنها تحققت فأبوا. فلا زال يلح عليهم حتى قال الأول: إن أصبحت خليفة فأريد منك حديقة غناء، حديقة جميلة يعني، وأريد منك بيتا، وأريد منك 100,000 دينار. قال لك ذلك. هل أنت صدقت ولا إيه؟ إحنا بنضحك مع بعض يعني، تصدقت؟ أما الثاني، تعرفين بقى عندنا مثل في المصريين يقول له إيه؟ ابقى شخ على قبري، مش كده؟ ده مصر كده يمين شمال يقول له أبدا. يا عم الله يهديك. طب ريحني، يقول له بص، إن أصبحت خليفة فاجعلني على حمار هذا، وجهي إلى خلف، والأطفال يسيرون من خلفي ويقولون قد جن الرجل، قد جن الرجل، وقد سخمت وجهي، يعني تجيب سواد كده وتطين وشي والناس يضحك علي، وإن أردت فاحلق رأسي. خليها كمان بايظة خالص يعني. أما محمد رحمه الله فبدأ في مهمته وبدأ في تحقيق همته، فترك أو باع الحمار. أول عائق ليه الحمار ده، طالما هو عنده هيذكره بالإيه؟ بالماضي. والتحق بالجيش وأصبح يحارب، وكانت الأندلس في الفترة ديت مكان زي ما احنا عارفين في وسط أوروبا وحروبها لا تنتهي. وأصبح بس برضو الحمار فاده، نفعه في ركوب الإيه؟ في ركوب الخيل برضو يعني، ليه فايدة كويسة. فأصبح فارسا من فرسان المسلمين، بل أصبح قائدا عظيما حتى ولاه الخليفة في الأندلس قيادة الجيش. ولما مات الخليفة كان ولي العهد صغير، فأوصى به ثلاثة، منهم محمد المستنصر بالله، هذا ولاه أو أوصاه على ابنه، ورئيس القضاء ورئيس الشرطة. فانفرد محمد بالأمر، الأمر محتاج قوة، أوروبا بتحاربنا في حروب دائرة، فدعا الناس للبيعة، فبايعه الناس بالخلافة وأصبح خليفة. ظل حاكما في الأندلس 26 سنة، حارب فيها الأوروبيين 52 معركة لم يهزم في واحدة، ولا زال له تمثال هناك يقولون يهبونه حتى بعد الموت رحمه الله. العجيب بعد كده هو حقق اللي هو إيه؟ اللي هو عاوزه، فعايز يحقق لأصحابه إيه؟ اللي هم طلبوه. فأرسل إليهم، شوف هم لسه قاعدين في مكانهم، فأرسل إليهم بعض الجند، قال تذهبون في مكان كذا تجدون حمارين ائتوني بهم. فذهبوا فوجدوهما فجاءوا بهما للقاء الخليفة. طبعا الشكل اتغير وهم ما تخيلوش أبدا من الخليفة إن ده يبقى خليفة. فلما دخلوا عليه قال كان هذا معي، كان معي وكنا رفقة، وتمنيت ذات يوم أمنية وطلبت منهما أن يساعدوني فيها فلم يفعلوا، وطلب كل واحد أمنية فليذكر كل واحد أمنية. طبعا الأولاني أم إيه؟ أنا طلبت 100,000 دينار وطلبت حديقة وطلبت بيت. قال لك ذلك وتدخل علي بلا إذن ولك راتب غير مقطوع. الثاني أمنيتك العفو يا أمير المؤمنين. له أبدا اصفى عني يا أمير المؤمنين، أبدا لابد وأن تذكر، أقبل قدميك يا أمير، أبدا لابد وأن تذكر ما تمنيت حتى يعلم الناس. فقال طلبت منك كذا وكذا وكذا وكذا، فقال افعلوا به كما أراد ليعلم أن الله على كل شيء قدير. هقول أمنيته، هذه همة يا جماعة. الهمة مش معناها أن أنا أتمنى حاجة وأنا نايم، لأن بعض الناس بيحلم وهو نايم في السرير أن تنزل عليه فجأة كده، أو واحد يموت ويسيب له أو يوصله أو لا. الهمة هي أن تسعى لهدف تحققه. وهذا الأمر قد يظنه البعض يعني عجوبة أو معجزة، لا، هذا الأمر تحقق. حكم مصر رجل اسمه كافور الإخشيدي. كافور الإخشيدي هذا كان مملوكا، بيع جيء به من الشام ليباع إلى مصر، كان معه واحد صاحبه. بمناسبة الأكل، الأكل ما احنا نقوم ناكل دلوقتي إن شاء الله، وهي يمكن نعمة من ربنا عشان الخطير نروح دلوقتي عشان عندنا نلحق الصلاة هناك. كافور الإخشيدي معه واحد صاحبه، فنازلين يتباعوا في مصر، وكانت دولة إيه في الفترة دي يا مولانا؟ فترة المماليك، مش كده؟ فكافور بيقول لصاحبه إيه؟ إيه أمنيتك؟ إحنا نازلين مصر وهنتباع هناك، إيه أمنيتك؟ قال له والله أتمنى أن أباع لطباخ. قال له ليه؟ قال له أجلس في المطبخ وأطبخ وأتذوق الطعام وأعيش معه. كل أمنيته إن هو إيه؟ إنه يأكل. كافور قال له إذا كانت هذه أمنيتك فأما أمنيتي أن أصبح حاكما لمصر. وهو إيه؟ وهو مملوك.
دارت الأيام دورتها وتصبح الدولة الإخشيدية ويصبح كافور الإخشيدي حاكما لمصر. افتكر صاحبه قال للوزراء بتوعه وهم ماشيين في الطريق: ذكرت صديقا لي بيع معي لهذا البيت فتعالوا ننظر إليه. أول ما دخل له صاحبنا بقى إيه؟ الشهر التاسع، كرشه كده ما شاء الله كبير وما شاء الله تخن من كتر الأكل. فقال: كنت أنا وهو متلازمين عند رجل واحد، فأما أمنيته فتحققت، ولو دنت همتي لكنت معه الآن. لو همتي كانت دنية كان زماني معه الآن. يا جماعة، الهمة العالية لا تقف أمام أحد. والله العظيم رأيت أناسا وسمعت من مشايخ أن بعض الإخوة حفظ القرآن في شهر. والله العظيم كان أحد المشايخ بيقصنا ولا زال حي وعلى قيد الحياة، بيقول دخلت في مكان مع ما شاء الله مع القراءات العشر يعني، فبقول جمع معايا مجموعة من الشباب كانوا سبعة، قالوا يا شيخ فرصة نحفظ القرآن، ولم يحفظ منهم أحد يعني، بقول ما فيش حد فيهم مكمل جزء. تم تسمعوا اللي بقول لكم عليه؟ قالوا آه. تم عندكم هم؟ قالوا عندنا هم. تم اليوم بجزء؟ بقول لي بدأوا يحفظوا. تاني يوم بجزء وربع. قال لي والله العظيم أقسم بالله غير حانس ختموا القرآن على 15 يوم. سبعة شباب مش واحد، مش واحد. الهمة تحتاج إلى حركة وتحتاج إلى هدف يضعه الإنسان أمامه. وتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت له همة أن يبلغ الدين فبلغ الدين. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لهم همة، لو أعلموا أن خلقا وراء هذا البحر لخطه بفرس هذا لأفتح هذه الأرض لله فأعبدهم لله، كانت لهم همة. أما همتنا فقصرت للأسف وتوقفت. الكثير منا همته عند تربية أولادي أو تأمين مستقبلهم يعني يظن ذلك، لكن الهمة عند المسلم أعظم من ذلك. فنفعك لابد أن يكون للعموم وأن يطال الجميع وأن تكون همة عالية. أختم، أم محمد الفاتح كانت عندها همة، ربت ابنها وهو صغير، كانت تأخذ على شاطئ البحر وتقول: أتبصر هذه المدينة من بعيد؟ فيقول: نعم، مدينة عظيمة ذات أسوار منيعة. تقول: بشر النبي بفتحها وأرجو أن تكون فاتحا لها. أبوه مشغول في الملك بتاعه، لكن أمه تربيه على الفتح حتى فتحها، وكان من أعظم قادة المسلمين كما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. لو قصرت همته ما وصل إليها، لكنه ربي على ذلك من صاحبة إيه؟ من صاحبة همة. أسأل الله عز وجل أن يعلي هممنا وأن يقوي عزائمنا. يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الطيب، وأشكر أخي سعيد هذا التقديم وهذا الفضل منه، يعني جزاه الله خيرا وأحسن الله إليكم، وبلغكم الله سبحانه وتعالى العتق في هذا الشهر الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أخانا الحبيب دكتور محمد عمار عن هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه إن شاء الله رب العالمين.